يا صباح النجاح والتفوق. النهارده اغنيه عبد الحليم حافظ هنسمعها ان شاء الله في بيوت المصريين كلها. الناجح يرفع ايده، هنسمع الاغنيه دي ونبارك لبعض ونهني لبعض، وكل واحد اجتهد النهارده هيجني ثمار اجتهاده مهما كان المجموع، مهما كان المجموع ان شاء الله. خطوه مهمه في حياه كل واحد من ولادنا ومن شبابنا. التفوق الفني والموهبه ما يمنعش ابدا التفوق العلمي. احنا معانا النهارده هنحتفل بحضراتكم باتنين من المتفوقات والمتحديات للاعاقه، واتنين فنانين جدا. نفتكر ندى المنسي اللي غنت من كام شهر واحتفى بيها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مش بس الرئيس، احتفينا بيها كلنا، كانت معانا الصباح اون والمصريين احتفوا بجمال صوتها. كانت بجمال صوتها من كام شهر مسار حديث المصريين كلهم. النهارده ندى المنسي جابت 100% في الثانويه العامه، واختها المبدعه نادين المنسي كمان رحله مع بعض حصلت على 100%. تفوق بسم الله ما شاء الله فني وعلمي. ووزير التربيه والتعليم كلمهم امبارح منورنا ومشرفنا. نادين وندى الف مبروك يا ندى. الف مبروك يا نادين. الناجح يرفع ايده. ارفع ايديك يلا. كله يرفع ايده. امبارح طبعا الوزير اتصل بيكوا بلغكم ان انتوا نجحتوا وتفوقتوا. ايه اللي حصل بالظبط بقى يا ندى؟ نبتدي بندى. هو الاول يعني الوزير اتصل بينا وكده قال لي جبت 410 من 410، وانا حبيت ابلغك يعني وهنيجي بنفسي يعني. يا نهار ابيض. انا كنت متوقعه ان انا هطلع من الاوائل وكده. بس برضو يعني كنت فرحانه ومش مصدقه. ايه ده، الله بيتصل بيا يعني، كنت مبسوطه. حاجه كبيره جدا. طب وبالنسبه بقى لنادين هو برضو وهو بيتكلم. انت كنت متوقعه انك انت هتتفوقي زي ندى؟ بجد. احنا اصلا بنذاكر مع بنذاكر مع بعض، فهي نفس المذاكره تقريبا. نفس المذاكره مع بعض على طول في كل حاجه ما شاء الله. قفلته 410 ما شاء الله يعني 100%. انت ماسكه الجيتار وندى صوتها، لو نفتكر كده مع حضراتكم هنفتكر دلوقتي هنسمع الصوت الجميل. السؤال دايما اللي بنساله الفن وشغلكم والبروفات والعمل فيها مع المدرسه، مع انك تجيبي ما شاء الله مجموع عالي زي 100%، ازاي عملتوا ده؟ وزنتوا ما بين الحاجتين ازاي؟ هي كانت بتبقى مذاكره طول الاسبوع مثلا، ما عدا انا كانت بروفاتي كلها يوم الجمعه، فكنت بروح مثلا الجمعه كده نص بريك نعمل البروفه واروح اتدرب على الجيتار ولو خدت بريك في نص ما بين مادتين ولا حاجه وانا بذاكر ابقى اروح اتدرب عليها. حلو ده. وبالنسبه لندى؟ انا برضو يعني بذاكر الحمد لله طول الاسبوع. بس عادي يعني مفيش مانع ان مثلا تجي لي حفله، تجي لي بروفات. يعني مثلا الحفله اللي انا غنيتها من كام شهر قدام الرئيس قعدنا بروفا اسبوع كامل من اول اليوم لاخره. وفي الاخر عرفت اوفق بين طبعا وفي الاخر وصلت للي انت عايزاه. طب لو